السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، مرحبا بكم. حلقة اليوم كنقدم لكم كارسيكولينا بي ديال شركة لاطاك الإسبانية. كارسيكولينا هو واحد مكمل غذائي غني بالكالسيوم والفوسفور والكولين. المهمة ديالو أنه يمنع تكوين مشاكل في الكبد ومشاكل نقص الكالسيوم، يقوم بتقوية العظام. كارسيكولينا هو واحد منتوج محدد لعلاج حالات النقص عند الطيور، واللي عادة ما كتنتج عن اتباع نظام غذائي غير كافي أو نظام غذائي سيء، مثلا تكوين أو تقديم عفوا خلطات ديال الحبوب اللي كتكون كتحتوي على نسبة كبيرة من الحبوب الدهنية، أو تقديم البيض بشكل يومي. كما كتعرفوا كثرة الدهون كتسبب اضطرابات خطيرة في الجهاز الهضمي عند الطائر، مثلا كالتهاب الكبد والتهاب الامعاء، وهادشي اللي تقلل من الدفاعات عند الطيور وكتقوم بالتعريض ديالها للامراض. ايضا الدهون الزائده الاخوان كتمنع امتصاص الكالسيوم وامتصاص الفوسفور. اذا كالسيكولينا بي تقوم بعلاج هاد المشاكل المحتمله اللي كتسببها التغذيه السيئه، وهو علاج فعال لهاد المشاكل اللي هي مشاكل الكبد ومشاكل الجهاز الهضمي. ايضا كالسيكولينا بي فهو موجه لعلاج حالات نقص الكالسيوم عند الطيور، واللي بسبب ديالو تكون عندنا مجموعه ديال المشاكل، كمشكل اعوجاج الارجل عند الفراخ الصغيره والكبيره، خصوصا الفراخ الصغيره في الفتره ديال الانتاج وفتره النمو ديالها، وهذا ما كنلاحظوه دائما عند مربين طيور الباتشي. ايضا نقص الكالسيوم تسبب لنا مشاكل ديال انحسار البيضه عند الانثى، او حصول على بيض حجم صغير وايضا بيض شفاف. لذلك النسبه ديال الكالسيوم الموجوده في كالسيكولينا هي مرتفعه بزاف، وكتقوم بعلاج هاد المشاكل هذه. اذا كالسيكولينا تقوم باصلاح المشاكل اللي كتسببها سوء التغذية ونقص التغذية، تقوم بمنع التهاب الكبد والتهاب الأمعاء، ويقوم بتقوية العظام وعلاج نقص الكالسيوم. التركيبة ديال الكالسيكولينا هي اللاكتوز، غليسيروفوسفات الكالسيوم، إيبوفوس دو كالسيوم، الجليسيرين، الكلوريد دو كولين، الكوبالت، النحاس، المنغنيز والزنك. أيضا الطريقه ديال التقديم هي سهله. على طول السنه في الايامات العاديه او في الايام العاديه كنقوموا بالتقديم ديالو يومين في الاسبوع. في فتره التجهيز والانتاج كنقوموا بالتقديم ديالو مده 4 ايام، وكنخليو 3 ايام راحه. عند اصابه الطائر بامراض الكبد او الجهاز الهضمي كاحمرار البطن او انتفاخ الكبد، كنقوموا بالتقديم ديالو لمدة 8 أيام متتالية. يمكن لنا نخليه 3 أيام راحة ونعاودو نقدموه 8 أيام أخرى إذا كانت الحالة متقدمة ومازال ما تعالجت، وغالبا مدة ديال 8 أيام كيدير المفعول ديالو. أيضا في نفس الوقت كنقومو بإزالة جميع البذور الزيتية، كبذور اللفت، بذور الخشخاش، أو بذور القنب الهندي. الجرعة اللي كنقدموها من الكالسيكولينا في الماء كنقدمو 1 ديال الميليم في 50 مليلتر من الماء. 1 مليم مكتعادل تقريبا 20 قطرة، هي 20 قطرة في 50 مليلتر من الماء. الناس اللي يستعملوا كمية كبيرة كـ1 لتر من الماء فيمكن لهم يقدموا 20 مليلتر في 1 لتر من الماء. الكالسيكولينا كما كنشوفوا أمامكم الإخوان فيه الحجم ديال 1 لتر، فيه 250 مليلتر، وفي 50 مليلتر، في ايضا نص كيلو و 125 غرام. كالسيكولينا متوفر عندنا حاليا في المغرب مدينه الدار البيضاء، مع امكانيه الارسال الى جميع المدن المغربيه. كالعاده كما عارفين الاخوان والكليان ديالنا، رحنا كنصيفطوا اما في الكار او لا في البريد امانه، والناس اللي في كازا راه تمشيو ياخذوه مباشره من عند زكريا. اللي بغى المزيد من المعلومات راه كاين الارقام ديالنا في صندوق الوصف،
يمكن لكم تواصلوا معنا مباشرة على الواتساب. هنا الإخوان كل شيء واضح، كاسيكولينا ها هو أمامكم. عن تجربة الإخوان، هو مفعول فعال، عفوا منتوج فعال بزاف، الفعالية ديالو قوية، وتيقوم بعلاج مشاكل ديال الكبد ومشاكل ديال نقص الكالسيوم. إذا الإخوان هنا حنايا راه وصلنا للآخر ديال الفيديو، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.